تعتبر مشكلة الكلاب الضالة هي مشكلة غير متعلقة بمكان ولا بمحافظة، لذلك قررت أمانة عمان بناء على ذلك أن تطبق قانون اسمه قانون الـ ABC أو برنامج الـ ABC، رح نتحدث عنه بالتفصيل بعد قليل، وأيضا مركز رعاية حيوان لحتى يتم التخلص من مشكلة الكلاب الضالة. شو هو نظام الـ ABC؟ هو اختصار لكلمة Animal Birth Control، وتفاصيله كالتالي: هو جهد تعاوني لسيطرة على الكلاب الضالة والعناية بصحتها في الأردن. الهدف الرئيسي من هذا النظام هو تقليل أعداد المواليد للكلاب الضالة وأيضا الحفاظ على صحتها. بيشمل البرنامج جميع الكلاب الضالة من مختلف المواقع، يتم تنفيذ لها عمليات التعقيم والتحصين باستخدام اللقاحات اللازمة. تم تصميم هذا البرنامج بالتعاون مع البلديات لمعالجة مشكلة الكلاب الضالة وتقليل أعدادها وأيضا الحد من انتقال الأمراض. تحظر القوانين الأردنية الإيذاء غير المبرر للحيوانات وتفرض عقوبات على أي المخالفين، يعني ممنوع جرح ضرب أي حيوان، وهذا أيضا من ضمن المادة 8 من التعليمات للتعامل مع الحيوان رقم 18 لسنة 2022 اللي بتعتبر قتل جرح ضرب أي حيوان بقصد الإيذاء هي مخالفة صريحة لمعايير الرفق بالحيوان وفقا للمعايير الواردة في دستور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. منذ مطلع العام الحالي تعرض حوالي 946 شخص للعقر من قبل كلاب ضالة وفقا لمدير الأمراض السارية في وزارة الصحة الأردنية. هناك مشكلة من بعد ما تم تطبيق هذا النظام ومركز رعاية الحيوانات في الموجر، يعاني منه أهالي سكان الفيصلية تحديدا بأنه هاي الكلاب بعد ما يتم تعقيمها عم بتكون أيضا موجودة في المنطقة بهذا الشكل اللي إحنا قاعدين عم نشوفه، بالإضافة إلى ذلك عم تهجم على الحلال أي الغنم وأيضا الطلاب. بدنا نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا عضو بلدية الموجر عن منطقة الفيصلية السيد طارق الجهني، وأيضا رح يكون معنا نادر عبد الرحمن وهو ناشط في حقوق الحيوان. التقرير التالي رح نعرضه بيسلط الضوء على الملاحظات الواردة من أهالي الفيصلية. مركز رعاية الحيوان التابع لأمانة عمان الكبرى الذي أنشئ لمكافحة الكلاب الضالة من خلال جولات ميدانية في مختلف مناطق العاصمة ليتم مكافحتها والسيطرة عليها من خلال برنامج استئصال الأعضاء التناسلية للكلاب وتطعيمها، ومن ثم إعادة إطلاق سراحها في نفس المنطقة التي تم اصطيادها فيها. هذا المركز الواقع ضمن لواء الموجر والقريب من منطقة الفيصلية اعتبره سكان المنطقة نقمة عليهم بدلاً من أن يكون نعمة. مركز الإيواء للأسف الشديد يعتبر في منطقة الفيصلية، حيث يأتون بالكلاب من خارج المنطقة ويضعونه هنا في هذه المنطقة ثم تنتشر هذه الكلاب على الأحياء. مشكلتنا تبدأ من عند مركز الإيواء اللي موجود عند الترخيص داخل حدود منطقة الفيصلية بلدية الموجر. أنا زرت المركز فيه يجوز اللي يحطوا فيه الكلاب يجوز ما يتجاوز 10 متر طولا بخمسة متر عرض، يعني ياخذ عدد معين من الكلاب الضالة. مركز الإيواء بذاته مشكلة، هو أنا أقول إنه هو اللي يجيب الكلاب، لأنه تجينا كلاب أشكال ألوان يعني وتتبدل وتتغير كل فترة. شهود عيان من منطقة الفيصلية أكدوا أن السيارات الخاصة بنقل الكلاب الضالة من مختلف مناطق العاصمة يتم إطلاقها ليلا داخل مناطقهم بدلا من إدخالها مركز رعاية الحيوان، الأمر الذي أدى إلى زيادة انتشار الكلاب لديهم. أنا شخصيا رجعت للمركز وشهدت يعني بأم عيني أنه في كلاب تنطلق من هناك، بالإضافة للحكي هذا أنه لوجود مركز الإيواء بالفيصلية أو بمناطق القريبة من الفيصلية، للأسف الشديد أنه في سيارات شحن تأتي بكلاب أو على شارع عمان التنموي يطلقون الكلاب هناك وتنتشر على الفيصلية والقرى المجاورة لها. السيارة اللي تنقل
الكلاب الضالة على أساس أنها جايبتها لمركز اللواء الساعة 2 بالليل، بين 2 للـ4 تجي السيارة تسيب الكلاب بالشوارع وتسحب حالها وطلع وتطلع. مركز الإيواء هذا ما هو إيواء، هذا مركز لتفليت الكلاب علينا يعني. انتشار الكلاب الضالة في منطقة الفيصلية وتواجدها داخل حدود منازلهم أدى إلى تعرض الكثير من السكان لهجوم منها، معتبرين أنها تهدد حياتهم وحياة أطفالهم، بالإضافة إلى الخسائر المادية التي يتكبدونها. يطلعوا على البرندة هاي ما يخلوا إشي، الغنم اللي ماشية بالشوارع يدقوا فيها، الأولاد كذلك الأمر اللي يروحوا على المدارس كمان ينمشوا فيهن. أول إشي هذا الصورة اللي انتم تشوفونه هذا قديش كلفني، رفعته مرتين وأنا كل ما أرفعه يجن يطبقن على الغنم، أكل اللي خروف هنا على باب المزرعة. وفي من الأهالي نسوان كبار تعرض لهم الكلاب ونهشنن. يعني أنا ببيتي عانيت مرتين بعيد عنك كلاب توالدت في حوشي، ويعني بالمخاجلة لما يجوا تبعين البلدية أخذوه. لم تكن مطالبات بترحيل مركز رعاية الحيوان إلى مكان آخر بعيد عن المناطق الإسكانية هي الأولى، بل مطالبات وشكاوى تكررت على طاولة المسؤولين لكنها تبقى حبراً على ورق دون أخذها بعين الاعتبار. مطالبتنا أول شيء القضاء على الكلاب ونقلها للمركز اللواء إلى خارج، إلى مناطق يعني مناطق صحراوية بعيدة. أنا فتح وزير البيئة مشان الموضوع هذا، ورحنا على مركز اللواء وما خلينا، وحكينا مع على السلطات بالأردن إنه مشان الله لقولنا حل. يعني إحنا ما نقول إنه إحنا ضد الحيوان، وما إحنا مش ضد الحيوان، بس سووا له موقع بأحد المناطق الفاضية. نعم، إذن البداية من طارق الجهني عضو بلدية المؤجر، يعطيك ألف عافية سيد طارق. أهلا وسهلا يا أهلا. نعم، بداية إذا بتسمح لي، نحن تواصلنا مع أمانة عمان الكبرى، حاولنا إنها تكون موجودة معنا اليوم لكنها رفضت، وأيضا يعني وصلنا عبر الناطق الإعلامي باسمهم بأنه أنتم عم بتبالغوا في مشكلة الكلاب الضالة، وعم بيكون هذا الموضوع فيه مبالغة من قبل الإعلام والمواطنين، هل هذا صحيح من وجهة نظرك بما أنه يعني أنت عضو بلدية وأكيد على اطلاع بهذا الموضوع؟ لا، موضوع المبالغة هذا موضوع غير صحيح، لأنه الوضع عندنا بلوى المقر وخصوصا منطقة الفيصلية يعني صارت، احنا نطلق على المجموعة الشرية، صارت شراية من الكلاب منتشرة بالمنطقة، وهذا الحكي يأثر على أبنائنا الطلبة أكثر شيء، أبنائنا الطلبة لأنه يطلع 7 الصبح عدة مرات صار في اعتداء من الكلاب على أطفال وعلى نساء. وانا قبل اسبوع حكى معي مواطن من اهل الفيصليه قال لي مشان الله شوفوا لنا حل، لانه انا بنتي لحقتها بالرمق الاخير يعني. نعم سيد طارق، هاي الكلاب الموجوده هي الكلاب اللي عم يتم اطلاقها من مركز الرعايه؟ هذه الكلاب ستي انا زرته مركز الرعايه من 5 سنوات. مركز الرعايه الموقع اللي فيه الكلاب يعني ما يتجاوز 10 × 5 متر. نعم، هلا مركز الرعاية موجود في داخل منطقة سكنية حولها سكان. موجود داخل منطقة الفيصلية من اللواء المنقر. وقاعد يأثر على اللواء كامل وخصوصا منطقة الفيصلية. نعم. وبعدين احنا اللي يعرف انه يعرف المنطقة يعرف انه احنا نربي اغنام وعشان هيك المواليد كل سنة، انا عمي راح له حوالي 7 مواليد من الأغنام من وراء الكلاب. نعم، يعني هاي الكلاب هي فعليا كلاب قاعدة عم بتأثر بشكل مباشر على الأغنام، يعني عم تنهشهم عم تاكلهم. نعم نعم، وبالإضافة ذكرت حضرتك الطلبة قاعدين عم بينقدوا، يعني عم بيكون في عقر للطلبة، والطلبة بالتالي قاعدين عم بيضطروا يروحوا على المستشفيات، أم هي كلاب مطعمة؟ عدة مواقع من اللي هو المقر صار فيها اعتداء من الكلاب على الأطفال وانتقلوا على المستشفيات،
وقعدوا حوالي اسبوع 10 ايام بالمستشفى. نعم، ابقى معنا سيد طارق، اسمح لي انتقل للسيد نادر عبد الرحمن ناشط في حقوق الحيوان. لو اذا في مجال تحكي لنا عن البروتوكول الصحيح ان يتم اخذ هذه الكلاب الضاله، بتنحط في مركز رعايه الحيوان، بعد ذلك تعقيمها، وبعد ذلك انها ترجع على الشارع او بتكون في مراكز ايواء، لو تشرح لنا هذا البروتوكول اذا سمحت. اول شيء الله يعطيكم العافيه جميعكم، بحيي الاستاذ طارق معنا وجميع اللي بيسمعوا صوتنا. بالنسبة لمركز الإيواء اللي بتحكوا عنه إخواني، أنا زرته مرتين ثلاث. نعم. هذا المركز صغير جدا ولا يصلح أن يكون واحد بالأردن كاملة. المركز هذا بيجيبوا الحيوانات زي ما ذكروا أحد المواطنين، فعلا بفلتوهم قبل ما يعقموهم. هو عبارة عن لم كلاب من الأحياء السكنية وتفليتها في أماكن ثانية. الكلاب هذه في حال أنها تعقمت أو صارت عملياتها بشكل منتظم على مستوى الأردن، المشكلة تنتهي بست أشهر. لكن للأسف بياخذوا مثلا من منطقة بفلتوا منطقة ثانية. هاي الكلاب ما عايش بمكان بتعيش فيه وبتموت فيه، ما بصير تنقلها مكان ثاني. نعم سيد نادر، يعني لو تم تعقيم هذه الكلاب فعليا هي بتكون آمنة أكثر على سكان المناطق؟ بنسبة 90% بتكون آمنة. نعم، لأنه الكلاب مجرد ما إنها تعقمت بيخف تفكيرها وشراستها، بتصير خلص موضوعها أكل ونوم فقط. نعم سيد نادر، أنت يعني حكيت أنك زرت هذا المركز، ونحن برجع بكرر تواصلنا مع أمانة عمان وحاولنا أنه نتواصل أيضا مع المسؤولين عن هذا المركز، لكن للأسف ما وافقوا أنهم يطلعوا معنا، فبالتالي دائما رح تكون روايتهم ناقصة. حضرتك كنت عم تحكي لنا قبل بأنه في بعض الممارسات غير الصحيحة اللي بتصير. نعم، في داخل المركز. نعم بالحكي الآن. أنا رحت عندهم كذا مرة ما قبلوا يدخلوني. في إحدى المرة دخلت ما شافوني وأنا داخل. فدخلت شفت الامور بعيني. انا بقول برايي الكلاب اللي بتفوت على مركز التعقيم اكثر من 70% منها بتموت. لانه ما في لا نظافه ولا رقابه ولا اهتمام، بالاضافه يعني هذا رايي شخصي. انا لما دخلت وجدت انه شخصين اللي بيقوموا بعمليه التعقيم. وكيف بنقدر نعرف كمان اذا هدول الشخصين هم اطباء بيطريين؟ ما بنعرف. انا شفت واحدة بتاكل علكه ومش حاطه كمامه وبتعمل العمليه. هلا عملية التعقيم مش مكلفة. يعني إذا جيت تكلفتها على الطبيب بتكلفه 5 دنانير. هو خيط ومقص وبنج. فلذلك أنا لما دخلت استأت من الموضوع، قلت لهم ليش هذا هيك؟ كيف هذا هيك؟ كيف كذا؟ وجدت حالات بتنزف دم بعد العملية. فالمهم زعلوا ليش إني دخلت، وكانوا بده يحملوا المسؤولية كذا وطلعوني برا. أنا بقول التعقيم اللي بيحصل في هذا المركز إذا جيتوا رحتوا أنتوا كشفتوا عليه بتشوفوا إنه غير صحيح. نعم، يعني سيد نادر إحنا بداية يعني في موضوع اللي أنت حكيت فيه التعقيم غير صحيح في داخل المركز، وأيضا هناك بعض الكلاب اللي يتم إطلاقها قبل تعقيمها أصلا. نعم. نعم. هلا أحكي لك هذا الموضوع من زي ما حكى الأخ طارق من 5 سنوات بيشتغلوا فيه. أنا بلف كل يوم لإطعام هاي الحيوانات ما بشوف أي تغيير. يعني التغيير اللي بشوفه لا يتجاوز 1% 2%. نعم، اسمح لي سيد نادر خليك معنا، اسمح لي انتقل لسيد طارق. اكيد تواصلتم. نعم. مع أمانة عمان الكبرى. نعم. او تواصلتم. نعم. مع الجهات المعنيه، شو كان الرد فيما يخص هذا الموضوع، وتحديدا بانه الموضوع مش بس قاعد عم بيهدد يعني الطلبه والنساء، ايضا هناك يعني بما انه الفكره انه نحافظ على حقوق الحيوانات، واضح بانه نحن مش عم نحافظ على حقوقها بهذا الاسلوب وبهذه الطريقه. سيد طارق. ألو. نعم سيد طارق، تواصلتم مع أمانة عمان والجهات المعنية؟ سمعتك. نعم، تواصلنا مع أمانة عمان وتواصل، ورحت أنا على المركز نفسه قبل 5 سنوات قبل حتى أكون عضو، كانت لجنة وكنت مع اللجنة، وشوفي الحديث اللي دار بيني وبين المسؤول اللي كان قاعد وراء الطاولة عن مركز الإيواء. شو قال؟ أقول له يعني ليش يعني اخترتوا المقر بالذات انه يكون فيها مركز الايواء، لانه المنطقه اللي فيها مركز الايواء ستي منطقه حيويه فيها ترخيص، فيها شارع 100، يعني منطقه حيويه جدا، عرفتي كيف؟ وفيها سكان. فاقول له ليش يعني بالذات المقر؟ قال لي يعني شو تحب نحطه بعبدون ولا بدير غبار؟ يعني بصريح العباره. يعني ما بتقدر تحكي لنا اكثر شو كانت صفته الوظيفيه هذا الشخص؟ ولا كانه اشعر انه موظف عادي، يعني مش يعني موجود، بس انه كان يعني تقول لك يجوز يكون سكيورتي. نعم. نعم، يعني ما في مسؤول اللي تحكي معاه صاحب قرار او انه يناقشك بمنطق، يعني تخيل الجواب اللي جاوبني اياه.
نعم. طب سيد طارق، صار في تواصل بينك وبين الجهات المعنية على الأقل خلال يعني الفترة القريبة الماضية؟ ودينا للأمانة عن طريق البلدية وعن طريق رئيس البلدية مشكور، أنه خلينا نجد منطقة صحراوية بلوى المقر، ما في مشكلة ضمن حدود لواء المقر، لأنه في أراضي مملوكة للدولة أساسا وأراضي شاسعة كلها مملوكة للدولة. لو أخذ أكم من دلم أرض وسوى عليه صور وحط فيه شو اسمه انتهى الموضوع. يعني احنا اللي مزعج اهل المنطقه واللي مزعج اهل اللي هو المقر والفيصليه بالذات، انه لما تروح على المسؤولين او تناقش الموضوع اذا منطين واذا منعجين ولا في اي جواب. نعم يعني بس حتى يعني هو ما في واضح يعني من اللي عم نسمعه انه حتى ما في رقابه على هذا المركز نفسه لحتى نعرف اذا المركز قاعد عم بيقوم بواجبه زي ما هو مطلوب منه. يعني هو ما في اي رقابه. انا لما زرته كان مجموعه شباب قاعدين يفطروا حتى ومش وفت على المركز على مكان الكلاب، طلعت عليه من هيك من ورا الشبك، يعني شيء مزري. طيب يعني سيد طارق، هذا التهاون يعني في شكاوى المواطنين من قبل الجهات المعنيه، شو بتوصفوه بالبلديه وكيف ممكن تتحركوا ايضا باتجاهه؟ يعني واضح انه في عندنا مشكله عم نحاول نبحث لها عن حل، لوين ممكن نوصل في التصعيد لحتى نلاقي هذا الحل؟ احنا ستي حتى البلديه مربطه، يعني جانا كتاب انه ممنوع اي اعتداء، كان في قناصين قبل بالسنين اللي فاتت، اما اجى كتاب للبلديه انه ممنوع اعتداء على اي كلب. يعني اللي تتصوري انه اذا تؤذي كلب تروح تنسجن اسبوع ويجوز تطلع بالكفاله او ما تطلع. نعم يعني انا بدي معلش اسمحي لي تفضل. لما ابني انا او ابن اي مواطن وكلنا احنا الله يرحم الملك حسين قال الانسان اغلى ما نملك، لما طلابنا كل يومين ثلاث اسبوع وانك مودي واحد للمستشفى، طيب مين اهم الكلب ولا الطالبه؟ لا هو فعليا كمان حتى سيد طارق يعني هناك طرق لحتى نحن نجرب يعني لا نأذي الحيوان ولا ايضا حتى نأذي الانسان لو تم تطبيق هذا النظام. انا بدي اشكرك سيد طارق عضو بلديه المقر، وبدي ارجع للسيد نادر يعني هيك بعجاله وزارة الإدارة المحلية، نحن طبعا تواصلنا معها قبل فترة فيما يخص موضوع الكلاب الضالة في منطقة أخرى من مناطق المملكة، وكان جوابها بأنه التقصير من البلديات، لكن هل اليوم على الأقل الجهات المعنية في هذا الملف عم بيقوموا بدورهم بشكل خلينا نقول جيد إلى حد ما لحتى يصير في لوم على البلدية أو حتى على المواطنين اللي ممكن تكون ردة فعلهم عنيفة اتجاه الحيوانات من باب الخوف والدفاع عن النفس؟ سيد نادر. نعم ستي. تفضل. بدي أحكي لك شغلة خارج عن الموضوع بشكل بسيط. معظم دول العالم اقتنعت ودرست إنه هذه الحيوانات يجب أن تعيش لأنها أرواح وخلقت من الله، لكن تعاملت معها بالشكل الصحيح. أنا تواصلت مع الأمانة كذا مرة أعطيهم حلول جذرية وبأسعار رمزية، مش مني طبعا، هي حلول لهم، لكن ما في رد وما في اهتمام بهذا الموضوع. طبعا احنا ما بنقبل اي طفل ينأذي او اي شخص او اي راعي حلال او كذا ينأذي، لكن في حلول ما عم تتخذ. وفي نقطة مهمة، في سيارات بيكب لون ابيض نمرتها حكومية بتقوم بقنص الكلاب بشكل يومي. طبعا هذا الحكي مش موجود على الواقع، يعني بتسأل الأمانة بقول لك مش لنا، لكن هم بيقتلوا بشكل يومي. وعندي نمرة تحت السيارات وعندي شهود كثير انهم باب بيتهم كانوا طخوهم. نعم احنا رح نضلنا نتواصل معك سيد نادر عبد الرحمن فيما يخص هذا الملف، وبنرجع بنأكد نحن لما نتواصل مع الجهات المعنية لحتى يكونوا موجودين معنا من باب المكاشفة ومن باب أن نعرف كل يعني القصة من كل الزوايا. لكن لما ترفض هذه الجهة أن تطلع معنا للأسف بيكون في عنا زاوية ناقصة، واليوم احنا عم نختم هذا المحور بشكاوى من المواطنين وشكاوى أيضا من الناشطين الحقوقيين بأنه هناك تقصير واضح من قبل المسؤولين عن هذا دار العناية في الحيوانات، وحتى قصور في تطبيق النظام اللي بتدعي طبعا السلطات بأنها قاعدة عم تستخدمه للحفاظ على الحيوانات، فلا الحيوان مستفيد ولا حتى الإنسان مستفيد.